سمي با عطى الضيوف ابو سمي عم تسلم عم شلونك ابو عامر بخير الله يعطيك العافيه اقعدوا سم حبيبي تسلم يبا المفروض هو اللي يعطي انا وياسر ما نختلف احنا اصدقاء وانا ما مارس عليه سلطه الاب ترى مو هو دايم بعض الاحيان الله يصلحه ويخليه لك ياسر علبه غانم حتى عامر ما شاء الله عليه حب ريح وشكرتي عامر والله يصلحه مره يصلحها او 20 مره يخربها رابع عن ضغطي عجيب والله شايف انا بحر ولا بتعتبر عن الله لا يصابك ولا يعطي عدوك عافية شيل البرادة بابي برادة ولا بيبك شيء علاقتك مع أبوك سيئة لا علاقة قوية وممتازة بعد لا أجل وش العلاقة اللي بينك وبينه صدقيني يا دكتورة ما قد يوم أبوي قال لي كلمة أحبك تسمح لي أتواصل معه؟ حنا والله ما نعرف العيادات النفسية ولا فين إلا العافية إلا ولدي عامر وش فيه؟ عامر ما فيه إلا العافية بس أنا أبي منك طلب يا أبو عامر أمر يا دكتورة وش تبي؟ أبي إذا دخل عامر بعد شوي تقول له أحبك بس خليه يجي خلي عامر يدخل عامر يا وليدي أحبك من جدك يبا إيه من جدي تحبني الصدق يعني نعم أحب يا Oh